السلام عليكم، فتح يا صديقي. ان شاء الله نحاول نخدم معكم. اللي هي رقم 84، اش كتقول؟ في طريقه التاهيه اش كتقول؟ كتقول عندك ليميت ياك، حيث اكس تؤول فعل 6، هذه فعل 6 عقل، جدا مربع 3 سينس اكس ناقص كوس اكس على اكس ناقص بي لستة. دابا اش قلت لكم؟ خاص اكس ديما يكون يقول زيرو. الو في هاد الحالة اش غدير؟ الطريقة الأولى، طريقة التغيير المتغير، غندير نظر تي كيساوي اكس ناقص بي لستة. علاش؟ لأنه باش اكس نيكش يقول بي لستة تغير قول زيرو. هاي عندما اكس يقول، هاي اكس يقول في لسة، فإن التي يقول في لسة ناقص في لسة زيرو. تاقي جبتو من اكس، نكتبو إذن اكس كتساوي تي زائد في لسة. غنحاول دابا نعوض، شنو غندير؟ هاد ليميت هادي اش كتكون كتساوي؟ هاي غتساوي لا ليميت المتغير ديال الدولة عندي هو تي، تي يقول زيرو، جي دير تلاتة. ها هي سيدي اكس باش تعوض، تي زائد بي على ستة سينيس تي زائد بي على ستة. ناقص كوس تي زائد بي على ستة. تعقل ولا لا؟ هذه عندما اكس، عندما اكس يؤول، هاي نحاول نكتب لكم هنا، عندما اكس يؤول بي على ستة، هذه بي على ستة. بالنسبة لي عوض، علاش؟ على تي، عوض اكس بالتي زائد بي لستة، اكس ناقص بي لستة بالتي. هايا تاقي دابا نطبق علاقة سينيس ا زائد بي. غنحاول نكتبها ليكم وخا فايت كاتبها. هاي سينيس ا زائد بي هي سينيس ا كوس بي. سينيس قلنا دالة فرضية، غتلقى الزائد غيتقلبو هادو غيولي سينيس بي كوس ا. هل كي تقول كي تقلب واحد تعطي بلاص ا كتولي بي، بلاص بي كتولي ا. حاول نطبقها هنا، غتولي ليميت تي كتقول زيرو. زيد المربع ثلاثة عامل سينيس تي زائد بي لستة هي سينيس ا، هي سينيس تي فوا سينيس بي لستة بلس سينيس بي. لا اسمحوا لي، لا عافاكم، ثاني هذه في كوس، في كوس، في كوس، خصني ندير في كوس بي على ستة، كوس بي على ستة زائد هاي زائد سينيس بي، يعني سينيس بي على ستة، بي راهي بي على ستة، سينيس بي على ستة كوس تي. ونزيد القوس اللي هو هاد اللي حليتوه، ناقص نحل القوس دابا تعالى كوس ا زائد بي شحال؟ هاي نحاول نقيد لكم هنا، كوس ا زائد بي كتساوي كوس ديال الزوجية زائد غتولي ناقص، يعني هي كوس ا كوس بي ناقص سين ا سين بي. تاقي ناقص نحل القوس، لحقاش عندي ناقص هنا كتأثر، عند ناقص خاصها شوف هنا كاين عندك ناقص كوس تحال الكوس عندك هي لي كاملة، ألوغ زعما دير ناقص تحل القوس، إلا مدرتش ناقص وحليتي القوس أنا كأسر غنصحاب هاد ناقص عارف هادي، هاديك الساعة راه في الناقص راه في هادي كاملة،
علاش لحقاش انك كاين عندك ناقص هاد الكورس هذا شابين هاد القوس كورس ا ياش هي كورس تي هاي كورس بي كورس بي لستة هاي ناقص سين ا سين تي يعني سين تي سين بي لستة صاف علاش على التي شافقي دابا غندير كتساوي ليميت بحال تي تقول زيرو خاط كسر كبير جي دير مربع تلاتة عامل سينيس تي كوس بي لسا شحال غنوريكم واحد الطريقة زوين عودو ديما تكتبو واحد على جوج جي دير تلاتة على جوج جي دير جوج على جوج القيم اللي معروفة واحد زائد جوج شحال تلاتة غتكون بي على تلاتة هاي هنا كدير تر جوج تلاتة شحال ستة غتكون بي على ستة جوج شحال ربعة غتكون بي على ربعة ولكن هاد الزاوية هادو اللي كدير بي على تلاتة وبي على ستة وبي على ربعة عقلو كيصلحو في كورس سينيس مكيصلحوش عقلو كيصلحو فاش في الكورس بحال دابا بحال دابا عطاك واحد على جوج قالك حدد ليا الزاوية الموافقة الموافقة لواحد على جوج غتشوف تا غتقول كورس عين الزاوية كيعطيك واحد على جوج وبي على تلاتة كورس تا عين الزاوية كيعطيك جدا تلاتة على جوج وبي على ستة كورس تا عين الزاوية كيعطيك جدا جوج على جوج وبي على أربعة تعطيه شوف جوج زائد واحد تلاتة جوج تلاتة ستة جوج أربعة ولكن الزاوية هادو صالحين فقط للكورس تعطي يعني كورس بلا ستة يجري تلاتة على جوج هاي زائد سين بي على ستة شحال سين بي على ستة شحال سين بي على ستة سانتو كورس دابا كورس بي على ستة شحال هو يجري تلاتة على جوج برافو سين بي على ستة غيكون هو الاخر غيكون هو المقلوب تاعو كيفاش غيكون هو واحد على جوج انا نشرح لكم شوف في الحصة السابقة من اللي رصدت لكم في الفيديو اللي قبل من هذا من اللي رصدت لكم داك جدول تاع النسب المثلثية ودخلوا الأعداد العقادية راكم دخلوا المستوى تاع الأعداد العقادية غتلقوني راني شارحو درت واحد الدرس في الباك وغنعاود نشرحو لكم نعاود نلوحو في فيديو خاص إن شاء الله ركزوا معايا دابا ركزوا معايا دابا اش كدير شوف هاد الزوايا اللي كتبت لك دابا انا صالحين في الكورس تافقين كتقول سين بي على ستة غيكون هو العكس تاع الكورس يعني بحال كانت كورس بي على ثلاثة هي واحد على جوج سين بي على ثلاثة غتكون هي جدر ثلاثة على جوج ولا كانت كورس بي على ستة هي جدر ثلاثة على جوج سين بي على ستة غتكون هي واحد على جوج يعني العكس سينيس العكس تاع كوس يعني كوس الا كان كوس بي على ثلاثة هو واحد على جوج سينيس بي على ثلاثة غتكون يجر ثلاثة على جوج ولا كان كوس بي على ستة هو يجر ثلاثة على جوج سينيس بي على ستة غتكون هي واحد على جوج ديما العكس هانتوما الا كان كوس بي على ستة هو يجر ثلاثة على جوج سينيس بي على ستة غتكون هي واحد على جوج ولا كان كوس بي على ثلاثة هو واحد على جوج سينيس بي على ثلاثة غتكون هو يجر ثلاثة على جوج اما بي لاربعة كوس بي لاربعة و سينس بي لاربعة كيساوي جوج درجة على جوج ديما متافقين دابا سينس بي لاستا اش قلتليكم هي واحد على جوج يعني زائد هادي تي واحد على جوج كوس تي زاد القوس ناقص كوس بي لاستا شحال قلنا يجدر تلاتة على جوج حل القوس كوس تي يجدر تلاتة على جوج ناقص سين تي فاش اش كاين هنا سين بي على ستة اش قلت لك سين بي على ستة هي المقلوب شاد اللي هي واحد على جوج علاش شرحتها لك هنا واحد على جوج على تي
تابطي امسح هاد الصبور شحال وقت ليكم هنا نكمل ليكم هنا عقلوا على هادشي اللي كنت كاتب عقلوا تابطي دابا انا فكنا وصلنا ياك تابطي دابا ركزوا معايا دابا غنجي نعاود دابا غنجي نمشى جدير ثلاثة في دير ثلاثة هي ثلاثة جدير ثلاثة او كاري يعني هي ثلاثة غتعطيني ليميت تي او زيرو هاي ثلاثة على جوج سينيس تي جدير ثلاثة في واحد على جوج زائد جدير ثلاثة على جوج كوس تي شافتين غنشوف دابا بهاد الناقص ناقص جدير ثلاثة على جوج كوس تي ناقص ناقص زائد واحد على جوج سينيس تي كلشي لا تي دابا نوصل دابا لا شنو غندير غنجمع هادوك اللي عندهم كوس وهادوك اللي عندهم سينيس الا لاحظتو في كوس جدير ثلاثة على جوج كوس تي ناقص جدير ثلاثة كوس تي غيتختزلو غيتشطبو شاش بقى نحاول بصح الصبورة نقولكم واش غتبقى غدا تبقى ليميت حيت تي او زيرو تاعك ثلاثة على جوج سينيس تي زايد واحد على جوج سينيس تي على تي المقام واحد اللي فينا هو هو جوج هنا تولي ثلاثة سينيس تي زائد واحد في سينيس تي زائد سينيس تي عرفتي علاش انا شرح لكم علاش بحال كي قلتي عندك خمسة على جوج زائد ثلاثة على جوج المقام واحد هو جوج بحال قلتي عندك خمسة تي زائد ثلاثة تي المقام واحد هو جوج خمسة غتبقى خمسة تي عرفتي علاش حقاش جوج مقام واحد هو جوج زائد ثلاثة تي بحال قلتي بحال تي غتكون هي سينيس تي فهمتوني بحال هادي بحال هادي هنا شكين ثلاثة على جوج سينيس تي خمسة على جوج سين خمسة على جوج تي سينيس تي ردو تي شوف ثلاثة على جوج تي زايد واحد على جوج تي ثلاثة على جوج تي زايد واحد على جوج تي المقام واحد وجوج إذا غادا تبقى ثلاثة تي زايد سينيس تي لحقاش واحد في سينيس تي سينيس تي على تي ثلاثة زايد واحد ثلاثة سينيس تي زايد سينيس تي هي أربعة هنا تولي ليميت حيت تقول صفر هنا جوج ربعة سينيس تي على تي اش غتولي هادي ليميت تي تقول زيرو ربعة مقسوم على جوج شحال هي جوج سينيس تي على تي اش كتساوي سينيس تي على تي شحال قاعدة هي واحد واحد بجوج هي جوج هاهي لي عطاتني دابا جوج بهاد الطريقة هادي طريقة التغيير المتغير عطاتني هي لي جوج تافطي نحاول بصح الصبورة نشوفو الطريقة تاع قابلية الإشتقاق نشوفو الطريقة تاع قابلية الإشتقاق تصنتو في الطريقة تاع قابلية الإشتقاق تصنت لي مزيان دابا تصنتو دابا هنا شكاين عندك الزاوية بلاصة وكاين عندك كوس والسين السين مضروب في جدر ثلاثة دابا التعريف تاع قابلية الإشتقاق ليميت ياك اف دو اكس ناقص اف دو ا على اكس ناقص ا كتساوي اف بريم دو ا خاص تكون اف دو اكس بوحدها هاي بحال دابا اللي كاينه كوس اكس بوحدها متافقين واش متافقين ياك شوف اف دو اكس تكون بوحدها مخصيش تكون ظروف في التعادل باش بحال السينيس اذا اف دو اكس في هاد الحالة غتكون هي كوس برافو اف دو ا شحال الا كانت اف دو اكس هي كوس اف دو ا بحيث اكس تقول ا هاي هاد اكس هادي كتقول ا دابا انا عندي اكس تقول بلاصتها اذا ا هي بلاصتها خاصني نحسب دابا قلنا اف دو اكس الا وضعنا حنا هي كوس اكس اف ديال اش غتلقاه فكروا مزيان
هي اللي درت اف دو اكس هي كوس اكس اف دو ا اللي اف ديال بي لس 6 غتلقى هي كوس بي لس 6 وغتلقى هي جدر 3 على جوج. هنا كاين جدر 3 على جوج ما كايناش في البسط ما كايناش. انت الا بغيتي تزيدها اش خاصك دير؟ تزيد ونقص تلقي يعني اش غتولي؟ غتعطيك ليميت حيت اكس و بي لس 6 تاع جدر 3 سينيس تي سينيس اكس سمحوا ليا ناقص كوس اكس ناقص اش قلنا غادي جدر 3 على جوج ونقص جدر 3 على جوج بصح هادي على اكس ناقص بي لس 6 تافقي. دابا ركزوا معايا دابا هنا كيف كتشوف هنا خاصك تحاول خاصك تحاول تقرب الكوس حداد ولكن انت دابا نهار الامتحان نهار الامتحان كتشوف لنا اش عندك اف دو اكس ناقص اف دو ا برافو على اكس ناقص ا برافو كتقول اذا هاد جدر 3 سينس اكس اش غنقرب حدا بين هاد الجوج هادو واش هادي ولا هاد عندي ناقص اف دو اي خصني نقرب حدا هاد هنا شات ولاد ليميت اكس و بي لس 6 جدر 3 سينس اكس ناقص جدر 3 على جوج على اكس ناقص بي لس 6 ناقص كوس اكس زائد جدر 3 على جوج برافو عليكم ملي وصلتي لين اش عندك اف دو اكس ناقص يعني باش تقدر تعمم الى عملت لنا بالناقص اش غتولي غتولي ليميت اكس و بي لس 6 سانتو هنا نعملو لنا بجدر 3 غتولي جدر 3 عامل سينيس اكس ناقص واحد على جوج حقاش جدر 3 عملنا بها ناقص قوس كوس اكس زائد ناقص هنا عملت بالناقص يعني بلا زائد غندير ناقص هاي ناقص جدر 3 على جوج هادي كاملة على اكس ناقص بي لس 6 تافقي تافقي شوي عليكم ملي وصلتي لنا شنو غدير غتحاول تفرقهم بحال عندك ا ناقص بي على سي هي ا على سي ناقص بي على سي تافقي بصح تصبر هادي باش تحاول نكتب هنا اش غادا تعطيني هادي ليميت بحال اكس و بي على ستة تاعك جدر مربع ثلاثة هايا عامل سينيس اكس ناقص واحد على جوج على اكس ناقص بي لس 6 ناقص قوس كوس اكس ناقص جدر 3 على جوج على اكس ناقص بي لس 6 هذا على جوج تافقي ركزوا معايا ركزوا معايا دابا انا وصلت دابا لهنا وهنا تافقي هاد واحد على جوج شناهي هي سينيس بي لس 6 الوغ غنبلاصيها بسينيس بي لس 6 هنا تولي ليميت ها باش تحقق من هاد العلاقة اف دو اكس ناقص اف دو ا اكس يؤول بي لس 6 جدر 3 عامل سينيس اكس ناقص سينيس بي لس 6 على اكس ناقص بي لس 6 سد القوس اللي وعملته ناقص كوس اكس اقوس هادي هي ناقص كوس بي لس 6 على اكس ناقص بي لس 6 تافقي بصح هادي ركزوا معايا
عندك دابا بالوضع نضع اف دو اكس تساوي كوس اكس و جي دو اكس تساوي سينس اكس ايكال اش غنلقى غنلقاو ليميت بحيث اكس تقول بي اس 6 و تاعش اخويا جي دو 3 عامل جي دو اكس ناقص جي ديال بي على 6 على اكس ناقص بي على 6 تافقي ناقص اف دو اكس اقواس ناقص اف تاع بي على 6 نزيد القوس ونزيد حكا القوس كبير اللي هو تاع هذا على اكس ناقص بي على 6 اش تساوي تساوي جذر 3 ها هي فاش شنو هي هادي حسب التعريف هي اف بريم ديال ا انا خدام بدال الشيء الو غندير جي بريم تاع بي على 6 ناقص ها هي ناقص هادي شنو هي هي اف بريم تاع ا يعني اف بريم تاع بي على 6 تافقي غندير هنا عاديك الساعة غنجاوب غنقول لدينا ها هي ولا عرفتش غدير غنجاوب لكم هنا لتحت هاي لدينا اف بريم تاع اكس شحال كتساوي نشوفو شناهو الاشتقاق تاع كوس غدير الدائرة المثلثية ها هو الكوس هنا موسين هنا سينيس هنا كوسين موا كوسينيس هاي بلاش الشقاق تاع الكوس هو موسين موسين كتساوي موسينيس اكس جي عادي سينيس شنو هو الشقاق تاع سينيس هاو هو الكوسينيس هو جي بريم تاع اكس كتساوي هي كوس اكس فهمتوني انا دابا عوض ما ندير اف بريم دو اكس كتساوي كوس اكس لو تو بريم كتساوي موان موان سينيس اكس كندير اف بريم وكنشق نيشان فهمتوني حتى الجي عوض ما ندير جي بريم اللي هي كتساوي سينيس اكس الكل بريم اللي هي كتساوي من خلال الدائرة المثلثية كوس اكس كنشق نيشان متافقين نحاول بصح صبور باش نحاول نكمل ليكم متافقين المهم ملي شقيت شنو غندير غندير يعني متافقين اف بريم ديال بي على 6 اش يساوي بقاش انا خصني اف بريم ديال بي على 6 هو ناقص سينيس بي على 6 ونشوفو جي بريم و نحيدو الدائرة المثلثية بلكن هاي جي بريم تاع بي على 6 اش كيساوي هو كوس بي اش يساوي ركزو معايا كوس بي على 6 اما غيكون جدر جو جدر 3 على جوج او واحد على جوج بالضرورة غادي 3 في شحال 6 وهنا واحد زائد جوج شحال 3 اش عندك في المقام 6 ولا 3 عندك 6 اذا كتساوي جدر 3 على جوج هاي هادي هو هذا راه جدر 3 على جوج هادي هادي طبيعتها غتكون لاخر شي لكان الكوس هو يدير 3 على جوج السينيس غيكون هو 1 على جوج مع هاد الناقص هو ناقص 1 على جوج تافقي اذا دابا غنبدا نحسب ليميت تاعها اش كتساوي جدر 3 هاهي فاش جدر 3 على جوج هاهي ناقص ناقص ما ناقص 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 1 على جوج تافقي
جدر ثلاثة في جدر ثلاثة، هي جدر ثلاثة أو كاري على جوج، ناقص ناقص، زائد واحد على جوج، هادي شحال أو كاري كطير جدر، غتبقى ثلاثة على جوج، زائد واحد على جوج، المقام واحد هو جوج، ثلاثة زائد واحد هي أربعة، أربعة على جوج هي جوج، إذا ليميت هادي هي جوج، وكيف كتشوف هاد الجوج راه هي اللي خرجت لينا القوية بطريقة ديال القوية، طريقة التغيير المتغير، راه هي اللي عطاتنا، إذا راه بحال بحال، بحال طريقة التغيير المتغير، بحال طريقة الدالة المشتقة، راه بحال بحال، بحال الديريفي، بحال شغل مود فاريابل، راه بحال بحال، كيف كتشوف معانا، تفقير.